السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نستخدم موقع يو اس بيم. فكل اللي انا اعمله ان انا هرفع ملف من الملفات اللي عندي، بحيث ان انا ابدأ اشوفه اونلاين واشاركه مع الناس. خلينا نختار اي ملف. فهو بيبدأ يرفع الملف حسب سرعة الانترنت اللي عندك، وتقدر تشير الفولدر نفسه مع اي شخص انت عايزه، تمام، وتحدد هيعمل فيو ولا يقدر ايديت للملف دوت. ظهر عندي الملف وعندي هنا شير، اقدر شيره واقدر ان انا اقول له اوبن يفتح معايا. تقدر تعمل له رينيم، كات، كوبي، ديليت، بلوك تشين، ديجيتال سيجنتشر، كل ده تقدر تعمله على الملف دوت. انت ليك 10 جيجا، ده على فكرة حساب مجاني مش بفلوس. عندك تعمل ايديت، عندك تعمل ريستور، هقول له اوبن، هو طبعا لسه بيحمل. هتلاقي هنا الملف نفسه هو موجود، تقدر تتحكم ايه اللي تخفيه وايه اللي تظهره. تقدر تخفي بعض الملفات هنا، عاملين جروب وإليمنت وبيلدينج ستوري وهكذا. تعمل سيلكت على حاجة يبدأ يظهر هنا. هنا برضو بيديك بعض الحاجات الخصائص. طيب لو انا عملت سيلكت على اي عنصر من العناصر ديت هيبدأ يجيب لي الخصائص بتاعتها هنا. يعني لو عملت سيلكت على الجزء دوت هيبدأ يجيب لي كل المعلومات الخاصة بالملف دوت، وده مثلا الروف والمواصفات بتاعته وهكذا. تقدر تشوف لو في أي شخص موجود، تقدر تبعت رسائل تتواصل معاهم تناقش الملف دوت. طبعا ممكن ترفع الملف أكتر من مرة فيديك الإزارات الموجودة تبع الملف دوت. وتقدر تعمل لينك أساين للملف دوت، تقدر تاخد سكاشن المشروع زي ما انت عايز. سكاشن 3D الشكل ده، وتقدر تقيس الحاجة اللي انت عايزها. عندي جايب لك ادوات القياس، فتقدر بقى تختار انت عايز تقيس ايه، من هنا لهنا لهنا، يبدأ يجيب لك الزاوية قد ايه. تقدر تقيس مسافات، وهكذا. تقدر تلف الحاجة تعملها روتيت حسب المقاس اللي انت عايزه. فالموقع ان شاء الله فيه شوية مزايا حلوة، هنبدأ نتعرف عليها واحدة واحدة مع بعض ان شاء الله في الدروس القادمة.